بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بطلاب الصف الثالث الثانوي على قناة الأستاذة لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في حل مجموعة متدبر من كتاب عام 2020 من كتاب المواصلة عام 2022. مستمرين مع الوحدة السابعة. النهاردة إن شاء الله نشتغل على الدرس 3 و4، تحديدا الفوكابلري اكسرسايز بتاعتها، ودي موجودة على صفحة 39. شغالين على الفوكابلري. بسم الله الرحيم، ونبدأ بالعنوان الأولاني، بيقول لك إيه؟ Key and important vocabulary، المفردات المفتاحية والأهم، ودي زي ما قلنا صفحتنا 39 من كتاب المعاصر. بسم الله على بركة الله نبدأ نشوف. تقول لك the refugees، اللاجئين، need urgent، محتاجين ايه عاجل؟ ايه اللي محتاجينه يكون عاجل؟ audience، المستمعين او المشاهدين للشيء، ولا الدايجرام اللي هو بيقولوا عليه رسم توضيحي، ولا feedback، feedback بمعنى تغذية راجحة، تغذية راجعة، ولا ايد، ايد بمعنى مساعدة. هم محتاجين مساعدة، دول لاجئين، يبقى محتاجين مساعدات عاجل. في اتنين بيقول لك فيها parents of students، اباء الطلبة، مالهم بقى؟ are invited to the graduation، معزومين على ايه؟ تخرج. ايه اللي له علاقة بتخرج؟ creativity، ابداع، certificate، شهادة، ceremony، مراسم، category بمعنى تصنيف. الاباء معزومين على graduation ceremony اللي هي المراسم، مقصود بها الاحتفال طبعا، المراسم، الحفل اللي هتتعمل للتخرج. تقول فيها most of my friends، معظم اصدقائي، مالهم بقى؟ my brother's wedding، حفل زفاف اخوه. طيب attended، حضروا، indicated، كلمة indicate بمعنى يوضح شيء يعني، ولا organized، نظموا، ولا posed، posed جاي من فعل يصمت. الاصدقاء حضروا، attended، حضروا حفل الزواج. طب نتحرك مع الجملة رقم 4، فلاش كاردز. فلاش كاردز يا شباب ده نوع من أنواع الكروت التوضيحية اللي كان بيستخدمها المدرسين زمان في شرح المعلومات. طيب بعدها فيديوز اللي هي الفيديوهات، دايجرامز اللي بيقولوا عليها الرسوم التوضيحية أو الدايجرام والحاجات دي، أقول كل الحاجات دي اسمها إيه؟ إيدز، إيدز معناها وسائل معينة أو حاجات معينة زي ما قلنا. بس هنا جاي كفعل ايدز تيتشرز، بتساعد المعلمين، ناو، ناو يوز، تمام، في الاستخدام. طيب بيقولوا على ايه الحاجات دي؟ ريتوريكال بمعنى بلاغي، ولا فيجوال مرئي يعني شايفه انت بعينيك، ولا اليجنت، اليجنت معناها انيق، ولا كومبليكيتد معقد. فيجوال ايدز بيقولوا عليها وسائل بصريه، وسائل معينه بصريه بتساعد المعلمين في ان هم يقدموا المعلومات بتاعتهم. خمسة ولا فيها افتر، بعد كذا، وبعد كده اعمل لي كوما. يانج من الشباب، جوين ذا ارمي، بيلتحقوا بالجيش، فور ميليتري سيرفيس، للخدمه العسكريه. طب بعد ايه؟ بعد ايه بيلتحقوا الشباب؟ بيكنيك، نزهه، توك، يتكلم، ولا جراديويت، يتخرج، ولا جراديويشن، التخرج. انا عايز الاسم افتر جراديويشن، بعد التخرج. في ستة بقول فيها وبعد كده جاء فراغ، جوين ذا ارمي، يلتحق بالجيش، فور ميليتري سيرفيس، الخدمه العسكريه. يبقى انا كده عايز الخريج نفسه، مش عايز عمليه التخرج. بيكنيك، نزهه، توك، جراديويت بمعنى خريج، وجراديويشن اللي هو التخرج ذاته. جراديويت يعني الخريج، الخريج بيلتحق بالجيش بعد ايه؟ ما بيخلص عشان يروح، عشان يعمل خدمه عسكريه. سبعة بقول لك فيها I got my university، حصلت على ايه اللي له علاقة بالجامعة في عام 1000 اللي هو 1998، في العام 1998 I got my university، تكنيك، تقنية، profit، فايدة أو منفعة، short notice بيقول عليها رسالة موجزة، ولا degree، درجة علمية جامعية هاخدها، دي degree عشان تبقى university degree. في 8 بقول لك فيها it was not easy for me، لم يكن من السهل عليا to give a presentation، ان انا اعمل عرض تقديمي، to كذا قدام ايه، I didn't know for the first time، ما كنتش اعرفهم لاول مره. طب بيقدم عرض تقديمي لمين كده؟ هو audience، متفرجين، مشاهدين، مستمعين، متابعين، ولا diagram، رسم توضيحي، ولا feedback، تغذيه راجعه، ولا aid، aid اللي هي المساعده، وعامل مساعد والحاجات دي. لا، هو عندي مشكله انه يقدم حاجه قدام ايه؟ نيو اودينس، متابعين او متفرجين او مشاهدين او مستمعين جدد. تسعه بيقول لك فيها اي لوك فورورد، وانا اتطلع الى جيتنج ماي جنرال سكندري education، الى الحصول على جنرال سكندري education، معناها التعليم الثانوي العام. طب ايه هو اللي له علاقه بالتعليم الثانوي العام وهذا احصل عليه هذا العام this year؟ كريتيفيتي، ابداع، سيرتيفيكيت، شهاده، سيريموني، مراسم، كاتيجوري بمعنى تصنيف. انت عندك حاجه اسمها General Secondary Education Certificate،
اللي بيقولوا عليها شهادة إتمام المرحلة الثانوية العام. الجملة اللي بعدها 10 بيقول لك فيه during your presentation، أثناء التقديم بتاعك اللي هو العرض اللي أنت بتعمله، عرض تقديمي، you may need to، قد تحتاج إلى إيه؟ for a few seconds، لبعض اللحظات أو الثواني، after saying، بعد ما بتقول something، شيء ما، that you want the audience to remember، اللي أنت محتاج إن المشاهدين بتوعك أو المستمعين ليك يتذكروه. محتاج تعمل إيه؟ attend، يحضر، indicate بمعنى يضمن شيء أو يوضحه، ولا organize، ينظم، ولا pause، يصمت. pause يعني لما تكون بتقول حاجة مهمة وعايز المستمعين ليك ياخدوا بالهم منها ويتذكروها ويركزوا معاها، يبقى انت محتاج pause، تسكت كده لحظة عشان تلفت انتباههم او تشد انتباههم لأهمية هذا الشيء وياخدوا بالهم منه. احنا شو بقول فيها؟ مستر بليغ، السيد بليغ مال بقى، was dressed in a كذا black suit. was dressed يعني كان لابس، يعني زي ما اقول. طب كان لابس ايه بقى بلاك سوت؟ ايه مواصفات البلاك سوت بتاعته، البدله السوداء دي؟ كانت ايه؟ ريتوريكال بمعنى بلاغي، ولا فيجوال مرئي، ولا اليجانت انيق، ولا كومبليكيتد معقد؟ اليجانت بلاك سوت يعني بدله سوداء رائعه جميله جدا وانيقه. طب نتحرك مع الجمله اللي جايه ونشوف معها رقم الصفحه. جيفينج ا، ان انت تعمل كذا، تو ا فورين اودينس، لمستمعين او متابعين اجانب، needs good present preparation، بيحتاج تجهيز جيد. طيب giving ايه بقى؟ a picnic، نزهة، talk، كلام، graduate، ماشي، بمعنى خريج، و graduation، تخرج. giving a talk، giving a talk بمعنى ان انت تقدم كلمة، احنا قلنا عليها كلام، ان انت تقدم كلمة، تقعد يعني تدي تعمل خطبة يعني قدام حد. طبعا الناس دي لازم تكون معمول لها اعداد جيد، اللي هي الكلمة انت هتقولها. تشغل فيها شيء ميد ماتش، هي عملت الكثير من ايه بقى؟ from selling clothes، من بيع الملابس. الكثير من ايه بقى؟ او حققت الكثير من ايه؟ تكنيك، تقنيه، بروفيت، منفعه، شورت نوتس اللي هي بيقولوا عليها رساله مجازه، ولا ديجري. شي ميد ماتش بروفيت، حققت الكثير من المنفعه. تشغل فيها sometimes it is difficult to provide، احيانا بيكون من الصعب انك انت، المعنى الحرفي كلمه provide يا شباب بمعنى يمد بكذا او يوفر كذا. without making someone angry، بدون ما تخلي الاخرين يزعلوا او يغضبوا. طب انت تعمل ايه هنا؟ audience، مستمع، مشاهد، متابع، diagram، رسم توضيحي، ولا feedback، تغذيه راجعه، ولا aid اللي هي المساعده والحاجات دي. انت عندك حاجه اسمها feedback، التغذيه الراجعه، مقصود بها التغذيه الراجعه يا شباب هي عباره عن نوع من انواع التعليق اللي بتوضح فيه مدى نجاح او اخفاق حد في شيء معين. فانك انت تعمل ده احيانا يعني بيكون من الصعب ان انت تعمله ده من غير ما يخلي حد يزعل. طب نتحرك مع صفحه 40 عشان نكمل. بيقول لك جمله 15، جاب بدا فراغ، از وات ميكس يو ديفرنت، كذا هو الشيء اللي بيجعلك مختلف. كريتيفيتي، الابداع، سيرتيفيكيت، شهاده، سيريموني، مراسم، ولا كاتيجوري بمعنى تصنيف. لا، اللي بيخليك مختلف عن الاخرين هي بقى كرياتيفيتي، الابداع اللي عندك هيخليك مختلف عن الاخرين. استاذ بيقول فيها يور باد ماركس، الدرجات الوحشه، ان فيزيكس، في الفيزياء، كذا، ذات يو نيد تو، ان انت محتاج ايه بقى؟ ورك هاردر تو بي بيتر ات ات، ان انت محتاج تشتغل اكتر، يعني تعمل بجد واجتهاد اكتر عشان تبقى افضل. طيب اتنز، يحضر، انديكيتس بمعنى يبين او يوضح، ولا اورجنايزز، ينظم، ولا بوزز، يصمت. انديكيتس ذات بمعنى تبين او توضح ان انت كذا. طيب في 17 ولا فيها يوزنج، استخدام كذا، لانجوج معناها لغه، ان برزنتيشن اللي هو زي ما قلنا العرض التقديمي، ميكس ات ديفيكلت فور يور، بيجعل من الصعب المين بقى اودينس، المستمعين بتوعك، تو جيت يور بوينتس ايزي، ان هم يفهموا كلامك بسهوله، يعني عايزين ان هم يعرفوا اللي انت تقصده. يعني ان انت تستخدم ايه بقى؟ ريتوريكال بمعنى بلاغي، فيجوال مرئي، elegant انيق، complicated معقد. هي دي complicated language، ان انت تستخدم لغه معقده وانت بتعمل عرض تقديمي، الناس مش هتفهم انت بتقول ايه. نتحرك مع الجمله رقم 18 وبيقول لك فيها I've gone on، انا ذهبت في كذا، with my close friends، مع اصدقائي المقربين. طب راحوا اصدقائه ايه؟ راحوا فين؟ picnic، نزهه، talk بمعنى يتكلم وتنفع بمعنى كلام، graduate بمعنى يتخرج وتنفع خريج، وgraduation التخرج. I have gone on a picnic، يعني ذهبت في نزهة. تسأل ولا فيها it's a bit، bit هنا معناها حاجة قليلة قليلة يعني.
but can you بيقولوا ان الشيء اللي جاي ده حاجه بسيطه يعني. But can you come tomorrow؟ ممكن تيجي بكره. طب ايه اللي عايز ايه؟ ايه الحاجه اللي هنا؟ تكنيك تقنيه، profit منفعه، short notice بمعنى رساله موجزه، ولا ديجري درجه علميه؟ short notice اللي هو رساله موجزه، يعني عايز اقول له يعني كلمتين وبس زي ما بيقولوا، ممكن تيجي بكره، ادي المقصود. اجيب لك في اور هانو بيكمل is one of the visuals كذا، هو واحد من الاشياء المرئيه، a presenter اللي بيقدم حاجه، كان employee يمكنه توظيفها، اللي هي ايه؟ audience اللي هو المستمعين والمشاهدين والحاجات دي، ولا diagram اللي هو قلنا عليه احنا بيبقى عباره عن رسم توضيحي، ولا feedback تغذيه راجعه، ولا aid. لا انت ممكن تعمل diagram، الدايجرام ده عباره عن رسم توضيحي، ده انت ممكن تستخدمه كحاجه مرئيه الناس تشوفها وانت بتعمل حاجه. واتش لك فيها people are different، الناس مختلفين، ماشي عاديه جدا الحكايه. This makes it difficult to put them into وده اللي بيخلي من الصعب ان انت تحطهم كلهم في ايه؟ creativities، جمع كلمه creativity ابداع، جابها في الجامعه اهو. certificates شهادات، ceremonies مراسم، ولا categories categories ان انت يبقوا هم كلهم في تصنيف واحد. لا ما ينفعش نحطهم كلهم في تصنيف واحد لان هم مختلفين. طب نتحرك شويه مع الجمله رقم 22 واللي بيقول لك فيها sociable students الطلبه الاجتماعيين، يعني اللي هم يعني بيحبوا يعملوا علاقات مع الاخرين. are better at بمعنى افضل في ايه بقى؟ picnics الموضوع النزهه والرحلات، افضل في ايه؟ lifting رفع، indicating توضيح، organizing تنظيم، posing صمت. are better at organizing العيال دي تعرف يعني ايه تنظم الايه، تنظم الحفلات بتاعت الرحلات بطريقه جيده جدا. In a presentation في العروض التقديميه التوضيحيه or an كذا question معناها سؤال. is a question هو عباره عن سؤال you don't expect to get an answer to، انت مش عايز له اجابه، هو سؤال بس انت ايه الهدف منه ان انت تخلي الناس من يعني ايه منتبهه ليك مركزه معاك. ايه السؤال اللي هو من النوع ده؟ rhetorical بلاغي، ولا visual مرئي، ولا elegant انيق، ولا complicated معقد؟ لا rhetorical اللي هو الاسئله بيقولوا عليها بلاغيه، انت مش عايز اجابه عليها، انت مش لما بتطرحه في العرض التقديمي بتاعك مش عايز حد يجاوب، لا ده انت بس زي ما قلنا ايه محتاج ان المشاهدين اللي معاك او المتابعين يكونوا مركزين معاك. في 24 بيقول فيها my mother made the picnic كمل and put it in a big bag. الله ايه هي البيكنيك اللي ماما حطيتها في شنطه كبيره؟ يبقى ده الطعام بتاع الرحله مش الرحله، يبقى هنا بيكنيك معناها طعام النزهه اللي انتوا رايحينها. The word picnic هنا بقى can be replaced by، ممكن اجيب لها بديل ايه؟ trip الرحله هم رايحينها، ولا outdoor meal الوجبه اللي واخدينها معاهم بره البيت، ولا visit يزوروا او زياره، ولا journey البيكنيك هنا تساوي الاوت دور ميل الوجبه اللي هم واخدينها علشان ياكلوها بره. الجمله الاخيره في الفوكابلري asking rhetorical questions ان انت تسال اسئله بلاغيه is a عباره عن كذا، صفته ايه بقى؟ used in giving presentations بيستخدم في عمل العروض التقديميه. طب بيقولوا عليه is a ايه؟ تكنيك تقنيه، profit منفعه، short notice اللي هي بيقولوا عليها الرساله الموجزه، ولا degree؟ لا ال rhetorical questions عباره عن تكنيك، نوع من انواع التقنيات المتبعه في العروض التقديميه والتوضيحيه. كده يا شباب يكون انتهى الفوكابلري اللي جاي على الدرس 3 و4 من الوحده 7، لكن ان شاء الله لسه عندنا المزيد من تدريبات المنهج بتاعك. انتظرنا ان شاء الله في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.